هذا السائل يقول: ما الحكم من الإكثار من الأناشيد الإسلامية؟ هذه ما هي بأناشيد إسلامية، هذه أغاني تسميتها إسلامية، هذا غلط، نسبتها للإسلام. الإسلام ما فيها أناشيد، فيه ذكر لله وتلاوة القرآن الكلام الطيب. أما هذه الأناشيد واللي يهونها هؤلاء يهون الأغاني، لا يسمونها إسلامية، يسمونها أناشيد فقط حتى يعرف الناس إنها أغاني. هذا من الكذب على الناس تسميتها إسلامية. ما عرف جعل الأناشيد من الدين إلا عند الصوفية، الصوفية هم اللي يتخذون الأناشيد دينا ويتقربون به إلى الله. أما أهل السنة والمستقيمون على طاعة الله فهم لا يسمون الأشياء بغير اسمها، يسمون يطلقون الإسلامية على غير ما شرع الله سبحانه وتعالى. الإسلامي هو ما شرعه الله. وهل الله شرع الأناشيد؟ أسألكم بالله، هل الله شرع الأناشيد؟ أناشيد من الكلام. الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هما هو من الأمور، إن كان حسن فهو من المباح، وإن كان سيئا فهو من المحرم، ولا نسميه إسلامي. نعم.